انا بالنسبه لي السماش برجر لازم يبقى فيه كراست شويه وكمان مليان جوسنس كده بالمنظر ده. تعالوا اوريكم عملته ازاي. اول حاجه، ودي خطوه اختياري للي بيحب البصل، هنقطع بصل جوانح وهننزل في زيت زيتون وحته زبده ونرش عليه حبه ملح ونسيبه على نار هاديه لحد ما يكرملايز بالمنظر ده. مكانه هنزل بحته زبده وحمص التوست اللي هستخدمه. احسن حاجه في الاكله دي ان هي ملهاش تحضيرات كتيره، فاللحمه اللي انا هستخدمها في البرجر مجرد لحمه مفرومه من غير اي بهارات ولا اي حاجه. هكورها كور زي ما انتم شايفين وهضغط عليها بالشكل دوت، وهحط عليها بس ملح وفلفل اسود. هسيبها حوالي 3 دقايق على النار لحد ما تاخد كراست كده شويه من تحت، وبعد كده هقلبها الناحيه التانية وهحط عليها الجبنه اللي انا هستخدمها. هسيب البرجر دقيقتين كمان، وبعد كده هاسامبل الساندوتش بتاعي عبال ما الجبنه تسيح. خلوا بالكوا ان السر في الجوسنس ديت بسبب الفات اللي موجوده في اللحمه. طبعا ممكن تستخدموا اي نوع عيش تاني، جربوه قولوا لي رايكم.